بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح اسوي برجر دجاج من الدجاج المفروم الجاهز هذا المثلج. نشوف ايش يطلع ويانا. عندنا هني دجاج مفروم، بصل وثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، زهر مخلوط، بابريكا مدخنة. حط الدجاج، بصل والثوم والبهارات اللي عندنا ونخلط. كورتها وضغط عليها صارت كذي. حطيت ألمنيوم تحت أو ورق زبدة، راح أغلفها وأحطها في الفريزر لباكر. مسحنا المقلاة بالزيت، طلعناها من الفريزر دايركت. بدلت المقلاة لأنها ذات قابلة للالتصاق. حط الروتية في الدهن، حطينا الهمبرجر، حطني شوية مايونيز، شوية كاتشب. هذه سندويشة همبرجر دجاج منزلي.